يبقى القضية أنه هل يغلق باب التوبة؟ ويوم القيامة واضح بقضية الظهور ماذا، حيث إنه ركز على مسألة أنه لم تكن لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. باب التوبة قطعا مفتوح في بداية الأمر، والإمام سلام الله عليه بالنسبة لجميع الأمم يقيم عليهم الحجج والبراهين في سلامة أطروحته، في الخرق لنواميس الطبيعة، في الإتيان لآيات الأنبياء، في قضية الكلام بصنوف اللغات، في بلوغ ندائه باللغات المختلفة حتى يخترق البيوت فيصل إلى من كان مكنونا في بيته، في هبوط عيسى بن مريم بالنسبة للنصارى، في الآيات الموسوية بالنسبة لليهود ولغيرهم، حتى يتم الحجة على الجميع. وبالتالي هنا باب التوبة مفتوح، لكن مع ذلك يبقى من يجحد وينكر ويلقي الشبهات من عنده، هو الذي يوقع نفسه في الشبهة، وإلى ما هنالك في نهاية المطاف يغلق بعد باب التوبة عند نزول العذاب والشروع بالعقاب حينئذ، بعد استنفاذ كل مواد الاحتجاج على الآخرين، حينئذ يكون ما يكون.